انا قلت لك احنا مفهوم القدر والريسبكت في تونس كيفاش الانسان يخلق دار في تونس بالاقدميه هالزبي شنو لازمك تعمل حتى شيء امك وبوك لازم يعملوا كل شيء امك وبوك لازم ينيكوا ها قبل ما ينيكوا ام وبو السيد الاخر اللي انت تحب تاخذ تطغى عليه واللي انت تحب تقدره فهمتني ما يهمش انجازاتك وانت اش عامل في الدنيا وانت اش قدمت لبلادك وانت اش قدمت للمجتمع تعصب دائما يجيبش القدر تقدر يجيب الأقدامية قد ما تكبر قد ما يزيد معك القدر فهمتني كان ثم حاجة أمي ديما تقولها لي على أساس أنا قلت لك ياخر عليك ويحت كبير في الشارع ما عندك ما تعمل فهمني طبس راسك سامحني عمي ولا سامحني جدي ولا لي هو حتى كده هو غلط وعليش علاش لازمك تعمل الشيء هذايا قالت لي أمي مش كيروح هو الرجل هذايا في الدار يبدأ كيرفلكتي على شنو عمل في النهار متاع يقول اوه والله كالطفل الصغير هذاك فهمتني انا ظلمته اما هو شو والله يعطي الصحة محليه طلع متربي وكلاها في عظامه وقال لي يعطيك الصحة عمي ولا يعطيك الصحة جدي والله محليه الطفل هذاك محليه قديش هو متربي مرة جايك بشوفه باش نعطيه بوستين ونعوج زكمه ب10,000 ولا 20,000 من بعد كبرت هالزبي وقعدت نخمم فيها الحكاية هذية هاو شنو يصير يبش يروح للدار سيدة اولا موش في رفلكتي على شنو عمل في نهاره ما نعرف حتى زب ورم انسان يروح يبنك يقول اه بالله طويقة خليني نراجع روحي ونشوف كل انتراكسيون عملتها انا اليوم هل اني كنت صحيح فيها ولا غلط اولا ما ثم حتى حد يعمل الشيء ذي حتى ما يرفلكت على الديسيزيون بتاعه بون قلة وثانيا حتى كان مشي رفلكتي السيد موش يذكرني بالخير كلمي بون يقول لك انا نصب رم وقص علي الشارع ولا ما عرفش دخل قبلي للكار ولا الله اعلم شو عملت له وانت ما فهمتني وكاو كي باش يذكر باش يبدا يسب فيك السيد هذا وكي باش يعاود يشوفك مره اخرى باش يعاود يخر عليك مره اخرى فهمتني دونك عمرك مليار عمرك 3 سنين واضحه اللي تيرم واضح القدر حاجه تكتسب كي تقدم قيمه للانسان وقتها الانسان الاخر يقدرك هذيك هي بال ايزي سهلة ما فيها حد شيء سهلة ما فيها حد شيء بتعطي قيمة تاخذ قدر تعطي قيمة تاخذ قدر اكثر ناس عندهم قدر في الدنيا ذي اكثر ناس عطيت قيمة للبشرية هالزبي